ولدت بتل عفر شمال العراق. أهلي من تلكيف بسنة 1964، كان عمري سنتين. هاجرنا من تل عفر إلى بغداد. طبعاً أبويا مسقط رأسه وشغله وكل شيء كان بتلكيف، راح لتل عفر لأنه كان بصناعة بهذاك الوقت بالستينات، كانوا يصنعون بارود حتى يستعملوا للبناء، البناء النفق للكنستراكشن اللي هي الإنشاءات. فلذلك كان اكو شوره اكثر اللي هي تستعمل البارود بتل عفر مما كانت بتلكيف. ورا ما قرروا يجون لبغداد حتى يفتحون اسواق، جينا ب 66 قعدنا بمنطقه المنصور بالبدايه لمده شهرين ثلاثة، أجرنا بيت وبعدين اشترينا بيت قعدنا بحي السلام، سميها الطوبتشي. الطوبتشي كان عمري حوالي فد 4 سنوات. كان عندي، تعرف من تروح المنطقة جديدة وتتعرف على الناس وتتعرف على الشوارع او على طيبة اهلها وعلى يكون عندك فد شعور ناحية هاي المنطقة. عبالك اني طول عمري عايش بالطوبتشي، مع العلم احنا كنا العائلة المسيحية الوحيدة بالطوبتشي، بس ما فد يوم شعرنا انه احنا العائلة المسيحية الوحيدة. كل الجيران كانوا يقعدون يم ابويا وما يحلفون الا براس ابو عصام، لأنه كان العلاقات أكثر من الديانة عمقاً. المحبة هي اللي ربطتنا، المحبة ما بين، ما كان هذا مسيحي ولا هذا مسلم، كان هذا رجال طيب كلهم يحبوه وإحنا كذلك. إذا إحنا كنا نسوي لهم كبة وناخذ لهم، إذا هم يخبزون ويجيبون يومية خبز، فكانت كنت تشعر انه انت مو بين جيرانك بس ما بين اهلك. كنت العب طوبة طبعا. هسه تشوف هنا أنا بامريكا عندي ولدي كل واحد عنده 3-4 لابتشينات، 3-4 جرزيات، هناك كنا نلعب بالنعال وشويه شويه يلا لبسنا البوتين كنا نسميه. فالاصدقاء ذكريات كلش حلوه طبعا من حي السلام. واتذكر كنت نروح المدرسه اسمها الفرسان، مدرسه الفرسان كانت اكو مدرسات بيها بذاك الوقت. بالذات أتذكر 6 ساعات، تعرف هناك كان المدرسة تدرس رياضيات وتدرس عربي وتدرس وطنية وكل هالأشياء. فال6 ساعات لهسه أتذكرها، ليش؟ لأنه كانت عاملنا بحب، كان صف الثالث ابتدائي، تعاملنا بحب وما تصيح لنا هذا تعال ابني باسل، تقول ماما سوي هذا، ماما شوف، يعني من تناديك باسم ماما يعني تعتبرك مثل ابنها. فهذا اللي دفعتني حتى احب المدرسه اكثر واكثر. كنت يعني اتشوق اروح المدرسه اللي اقدر اشوف 6 ساعات، مو لانه اريد اسوي الواجب بس. بس 6 ساعات كان لها تركت انطباع كلش حلو عندي. اتصور يعني بالصف الثالث، والدتي توفت قبل حوالي سنتين من هذا الوقت. فالظروف كانت صعبة لي شخصيا، لأنه كان عمري 5-6 سنوات من الوالدة توفت. ف
فكنت تحتاج هذا الحنان، هذه الشعور من شعور الأمومة. فتصور أني بصف الثالث طلعت فارس الصف، فارس الصف اللي هو اللي طولك دقمة هنا أشطر واحد وأعقل واحد، فهذا كله بسبب ست سعاد لأنه هي احتضنتني وعطتني الرعاية، فذكريات كلش حلوة. كانت تعجبني الرياضيات، الرياضيات كانت تعجبني هواية، اللغة العربية تعجبني بس مو مثل الرياضيات. الرياضيات كان الموضوع اللي أنا كنت أحبه هواية، وكنت دائما شون أقدر أحفظ. مو كنت تذكر إحنا حفظنا من 1 إلى 12 الضرب، جدول الضرب، أنا سويته هدف إلي أحفظ من 1 لحد 30، 30 بـ30 900، كل شيء ما بين 13 و13 169، فكل حفظت اللي تعجبني الرياضيات. وعلى هذا عجبتني الفيزياء، عجبتني الكيمياء، عجبتني الهندسة، وحتى من رحت للكلية هنا أنا اختصيت بالطيران. البكالوريوس مالتي بالعلوم بس كنت أحب الطيران هواية. خالي كان مهندس طيران وتأثرنا به، وكان يعني تعجبني الطيران، فمن جيت هنا أنا بورا ما خلصت الكلية درست الطيران. بديت كطيار مدني، أخذت البرايفت بايلوت لايسنس، وبعدين رحنا على الانسترمنت، وبعدين رحنا على الكوميرشال، وبعدين أخذت المدرب اللي هو انستركتور بايلوت لايسنس، وبعدين انستركتور انسترمنت، وبعدين فلايت انجينير، وبعدين علمت بمدرسة طيران حتى أجمع بها ساعات. فعلم الطيران بيونيفرسيتي بميشيغان أن أربر، وبوراها اشتغلت كطيار للشركات اللي تحمل اكزيكتيفز، رؤساء شركات اللي يريدون يروحون من مكان إلى ثاني، من دولة إلى ثانية. اشتغلت بحوالي 3 سنوات، كنت أروح هواية ساوث أمريكا، فنزويلا، سنترال أمريكا، وبنينا ساعات طيران حتى نوصل للشركات كبيرة. فبالنهاية أخذتني شركة نورث ويست إيرلاينز اللي عندها تطير all over كل أوروبا، الأورينت الشرق الأقصى، وهواية أماكن بأمريكا وبكندا. أتذكر أصدقائي كلهم واحد واحد، أتذكر سعد عزاوي، أتذكر طبعاً صديقي العزيز لؤي كريم خليل من الرمادي كان، وهذا لؤي كان يعني مثل أخويا. أرجع على لؤي بس أتذكر سعد عزاوي طبعاً، أتذكر عادل مطر، أتذكر صفاء، أتذكر صفاء مولود طبعاً هذا كان، ذكر حسان. مع الأسف فقدت الاتصال بيهم مع عدا لؤي. لؤي طبعاً ما من أعز أصدقائي، قضينا عمر مع بعض. يعني تصور كنت أتغدى ببيتنا وأتعشى ببيت لؤي، وهو كذلك. هواية أيام إذا ما تشوفني بالبيت تشوفني ببيت لؤي، والعكس هو الصحيح. لؤي كنا نلعب دعبل، كنا نلعب كرة قدم، بس الشيء اللي ربطني ويا لؤي هو مو بس الصداقة. صديقي لؤي كان تربطنا
أحداث عمر عشرة زادوا ملح أبد ما فد يوم شعرت أنه لؤي هو سني شيعي مسلم مسيحي كنت أحبه كما هو على طيبته على العفوية مالته على الجنراسيتي مالته نسميها احنا هناك اللي هي كان خواردة نفسه مولة ما كان عنده ما كان يجي من عائلة ثرية بس اللي مالته كان مالتي واللي مالتي كان مالته الشيء الصغير اللي كنا نملك البايسكل مالتي هو يسوقه يعني يسوق البايسكل مالته ف يعني حياة كلش متماسكة ومتوافقة ونتمنى الرب فد يوم يجمع ناسنا على هذا الأساس على المحبة على التسامح العراق شاف أحسن أيامه من شان الشعب كله بمحبة وبتسامح والمستقبل يرجع باهر إذا رجعت الأشياء اللي سوتها اللي جعلت من هذا المجتمع الطيب إذا ترجع المحبة إذا ترجع التسامح إذا ترجع الأخوة إذا ترجع طيبة العراقي تتذكر يعني أنا إذا كنت ضايع واحد يسألني أتذكر مرة هاي لازم أقول لك إياها فاليوم دا أجي من المنصور بالأمانة شفت هواي ناس يشيتون من الأمانة ويمشون وياها تتذكر كنا نسويها فأنا قلت ليش ما أقدر نسويها هماني هماني تشيتت كانت وياي كنت شايل فكيلة مع البرتقال أنا طبعا وقعت انكسرت إيدي البرتقال داير مدار الشارع والله سترني مجد السيارة زعقتني أخذني واحد لا أعرفه ولا يعرفني وداني المستشفى اهتم بي رجعني للبيت وبورا خمس ساعات وقال له لأبويا ابنك هيك صار بي وأنا دا أجيب لك إياه ومع السلامة هذه طيبة الإنسان العراقي بديت بالطيران بسنة 1986 بديت هنا بديترويت أول لايسنس مالتي كان برايفت بايلوت لايسنس اللي أخذني حوالي 9 أشهر بورا رحت الانسترمنت سكول أخذت الانسترمنت فلايت لايسنس اللي يعطيك القدرة حتى تطير بجو مو زين ولا ضباب وبوراها اخذت الكوميرشال حتى تقدر تشتغل الشركات مقابل اجر وراها رحت الفلاير انجينير حتى تقدر تسوي هندسه مع طيران شركة الطيارات كبيره اخذت الانستركتور لايسنس وبراها طبعا كل هذه تاخذ حوالي سنه فملخص مفيد كلها حوالي 7 لايسنس اخذتني حوالي 5 سنوات وبديت اشتغل شركات طيران كبيره واخرها كانت شركه نورث ويست كان عندي صديق ولا يزال اسمه زهير قنجة قلت له زهير تريد روح نطير قال لي وين طير لك روح طير قلت له لا زهير يعني جديات قال لي وين قلت له اخذك وياي نروح الكندا كنا بديترويت هيدا احكي لك سنة 86 قال لي ايه اجي وياك اذا انت تطير وما خايف على روحك كمان اجي وياك قلت له ليش خاف على روحي
فرحنا قعدنا بطياره اسمها سسنا تو سيترز، بس بها مقعدين صغيره. فرحنا طلعنا من السيتي ايربورت، فهذا السهير يباع بي صدق كذب وين رايح؟ قلت له ايه، قلت له اوديك الكندا وارجعك. فاضطرنا طلعنا رحنا الكندا، افترينا فت حوالي ساعة، شوفت كندا، شوفت البرج، شوفت وينزر، شوفت هذه. هو طبعا كلش بتعجب اني اعرف اسوق طيارة. فمن رجعت قال لي باسل عفي عليك، يعني انا ما كنت اتصور، وكلش فرحان انه طلعت وياك. فمن هذاك اليوم يقول لي باسل منو كان منو سلمك روحه من اول الناس اللي بديت تطير وياهم؟ قلت له انت زهير. فمن اخذت اللايسنس مالتي حتى اكون كوميرشال بايلوت لايسنس، زهير كان من اكثر المشجعين لي، ودائما مفتخر بصداقتنا ومحبته لي وثقته بي. أنا برأيي نجاح الإنسان هو مو النجاح الاقتصادي فقط، مو النجاح المهني، مو النجاح الأشياء اللي قدر يملكها. النجاح هو شيء أكبر من هذا بهواية. نجاحك كإنسان، إنسان بيك طيبة، إنسان بيك محبة، إنسان تخدم المجتمع، تخدم ناسك، كزوج، نجاح كأب، نجاح كأخ، نجاح كجيران. طيبة الإنسان كإنسان أولاً كلش مهمة، ونجاحها كإنسان بعطاء المجتمع. حاولت أني قدر الإمكان أن أختار مهنة، سواء كان الطيران أو الاستثمارات والبناء اللي أنا هسه بيها، أو أي شيء اللي أسوي، تعاملي مع الناس، تعاملي مع عمالي، تعاملي مع المدراء مالتي، ومع أخوي اللي هو شريكي. علاقة مبنية على الاحترام المتبادل، علاقة مبنية على التسامح، علاقة مبنية على عمل الشيء الصحيح وليس الشيء المربح. من السهل أن تقشبر ناس وتسوي فلوس، بس مو من السهل دائما تسوي الشيء اللي هو قانوني، اللي هو إنساني، اللي هو ضميرك مرتاح عنه، اللي هو مبدئيا نسميه احنا moral, ethical, legal، الثلاث أشياء. كلها هذه ما تناقضها وترضي العالم وتسوي البزنس مالتك بطريقة محترمة، بطريقة قانونية، وتقدر تسوي تحصل على أجرتك بهذا الشكل. مو من السهل دائما. دائما أقول للناس اللي يشتغلون وياي، سوي الشيء الصحيح حتى لو هذا كان يكلفك أكثر مما أنت تحصل فلوس من عنده، حتى لو تخسر به لازم تسوي شيء صحيح، لأنه هاي استراتيجية صحيحة اللي دائما وأبدا بالنهاية هي استراتيجية رابحة. قد احتمال أخسر اليوم، قد احتمال أخسر هذا الأسبوع، بس بالمحصلة النهائية السمعة مالتك، الزباين مالتك، الناس تتعامل وياهم، بالنهاية راح يعرفون شنو معدنك، وهذه بالنهاية ما تتعوض، السمعة الطيبة والبزنس. تسوي بزنس بالطريقة الصحيحة، وما تتصور شوش قد اكو ناس راح يجون ويتعاملون وياك لأنه انت ما كذبت عليهم يوم، ما خنتهم يوم، ما قشمرتهم يوم، وسويت البزنس بطريقة صحيحة.
أهم شيء وأهم من البزنس هو عائلتي. ليش؟ إذا كنت أني أزقن شخص بالعالم وخسرت زوجتي وخسرت أولادي شو أسوي بيه؟ بس إذا أكو محبة بهذاك البيت ومن توصل للبيت والبيت مليان حفاوة ومحبة وتسامح وتشعر عبالك تملك العالم كله، ما نعرف قيمة الناس إلا من نفقدهم. فأني أحاول أتذكر أنه هذا الشيء يومية، احتمال أن الناس اللي وياي اليوم ما يكونوا وياي باكر، شلون أشوفهم محبتي، شلون أشوفهم احترامي، شلون أشوفهم تقديري لهم وعزهم هسه هم عايشين مو برا ما يروحون. وأنا إذا أريد أسوي حسنة ويا شخص، يا أريد أخدم شخص أسوي هسه، ما أعرف إذا راح أكون هنا باكر يا ما راح أكون. زوجتي العزيزة اللي هي شريكة حياتي واللي أدي لها الاحترام والتقدير وحبة هواية. أطفالي ثلاثة، بيير بطرس بليك. بيير 17 سنة بس راح يروح الكلية University of Michigan، وبليك اللي هو بشهر عفوا بالمرحلة 11، وبراين اللي هو عمره 11 سنة بالابتدائي راح يروح المتوسطة. بيير رسالتي لهم، بيير أتمنى فد يوم يتذكر دائما أنه أنا أريد يكون إنسان صالح قبل ما أريد بيزنس مان ناجح، رجل أعمال ناجح. لأنه أنا برأيي اللي عنده طيبة واللي يركز على تعامله الصحيح ويا الناس أكثر أهمية إليه بهواية مما جقدي فلوس يقدر يسوي. لأنه إيش نأخذ من عندنا من الروح غير أعمالنا. بليك طبعا أحبهم كلهم. بليك يريد يصير باسكتبول بلاير في اليوم، بس هو هم طويل، فأتمنى له التوفيق، أتمنى له يحقق حلمه، وإذا صار في اليوم باسكتبول بلاير مشهور ما ينسى بدايته. رايان يريد يصير رئيس جمهورية في اليوم. طبعا عنده قدرة على الليدرشيب وعلى القيادة بعمره، يعني تستغرب وتتعجب هواية، قدرة عظيمة. فأتمنى يحقق حلمه أن يكون قائد، ومن يعرف ميبي في يوم يصير رئيس جمهورية. باسل بقال 1974، 10 سنوات، مليان طموح، مليان تفاؤل، تفاؤل بالعالم، تفاؤل بالناس، تفاؤل بالمحبة، تفاؤل فد يوم أوصل أصير طيار، يا مهندس طيران وأخدم. مو أتذكر أني يعني مو فد يوم كان غرضي إنه هاني شون أصير مشهور، بقدر ما شون أقدر أخدم الناس، والخدمة مالتي تصنع فد شيء جيد، فد فرق نحو الأحسن لهم بحياتهم. تعجبني الرياضة هواية. أعتقد الزمن كان كلش زين وياي، والحل والحظ حالفني مع برغم المعاناة، وتعذبت هواية وتهجرت وكل هالأشياء، بس مع هذا الرب ساعدني كلش هواية،
واللي قدرت أن أوصل لهالبلد اللي يحتضني، وقدرت أقدر أتعلم به وأقدر أخدم الناس به. واليوم بورا 33 سنة قدرت أحقق أحلامي. أنا وصل الطيران ورجل أعمال وعندي عائلة، والحمد لله والشكر. شيء من غير إيماني بالله، إيماني بالرب، وإيماني بطيبة الإنسان وبالمحبة أهم شيء. قد احتمال أنت تقول أغلبية الناس الرياجيل خاصة عندهم يعني بقوة السيف وبقوة الشسمة. حبيبي تقدر تجبرني أن أسوي شيء، بس ما تقدر تجبرني أن أحترمك وأنا أحبك. تقدر تحقق هواية أكثر بمحبتك وبطيبتك لي مما تحقق بسيفك وياي. أحب العراق، أتمنى في اليوم العراق ترجع عليه، يرجع عليه السلام، يرجع عليه، ترجع ذيك الأيام مال الناس يقعدون بالعصريات يشربون شاي بغض النظر إذا كانوا سنة ولا شيعة مسيحيين ولا إسلام، يحبون بعضهم، يبنون عراقهم. عراق مليان بالخيرات، عراق مليان بالموارد، وتكفينا إلنا ولحفادنا ولحفاد أحفادنا. ليش ما نقدر نتعاون حتى نبني وحتى نعيش بتسامح ومحبة وتآخي؟ بس لو نقدر نحط اختلافاتنا على جنب ونركز اللي يجمعنا مو اللي يفرقنا.